ازيكم؟ النهارده حلقه مختلفه تماما، يعني طول الحلقات اللي فاتت كنا بنجيب المرشحين لجائزه الـ EEA، النهارده قررنا نجيب لجنه الحكام نفسه، لجنه مخضرمه، ومعانا عمر الصاحي جي ام امازون مصر، محمد ابو الفتوح كونسيومر انجيجمنت دايركتور بيبسيكو، وليد حسونه سي او فاليو. ازيكم؟ خطوتين لورا، حلقه مختلفه النهارده بنتعرف فيها اكتر على التجاره الالكترونيه في مصر من خلال لجنه التحكيم في فئه الاي كوميرس في مسابقه الـ EEA، أول احتفال توزيع جوائز وتكريم لرواد الأعمال في مصر. هنتكلم فيها عن التجارة الإلكترونية والإدارة والنجاح وحاجات تانية كتير من خلال نماذج ناجحة جدا في مجالاتهم. مش هينفع نقول إي كوميرس من غير ما نقول حوت الإي كوميرس في العالم أمازون وأمازون في مصر. هرجع لك كده بتاريخ من السنة اللي فاتت سبتمبر 21، صحينا الصبح لقينا سوق بقى أمازون. دي أكيد حاجة ما حصلتش أوفر نايت. بس هي النقله حصلت اوفر نايت. النقله حصلت اوفر نايت بس اخذ 5 سنين. ده اللي انا عايز اسمعه، انت المطبخ والبيهايند سينز اوف ان ازاي صحينا الصبح اوفر نايت ان حصل كده، ايه الشغل اللي حصل في الخمس سنين اللي قبل كده اللي وصل ده؟ بس هو يمكن الحته اللي هي كانت مهمه ان احنا النهارده لما بقينا امازون في 2017 وحصل الاستحواذ الكامل، كان مهم قوي ان احنا سواء نشوف ايه الحاجات المطالبات المهمه للمجتمعات المصريه سواء ببيع او بشتري من خلال الموقع، وبعد كده تحضرنا احنا كموظفين في الشركه وتفكيرنا. يعني يمكن التفكير الاساسي ان احنا عايزين نخدم على العملاء وعايزين نبسط العملاء، دي كانت متواجده على طول. بس ازاي والقرارات اللي بتاخدها مختلفه ازاي، دي اللي اخذتنا كذا سنه برضو ان احنا نتعلمها عشان نعرف ان احنا نوفق. يعني النقله كانت في يوم وليله، بس احنا في المطبخ كان في كتير بيحصل يعني، بس يعني الحمد لله كان عندنا فرق كويس يعني. هرجع معاك برضو التاريخ تاني اللي هو ديسمبر 2017، اتولدت فاليو. الشعب المصري بيحب التقسيط وبيحبه زي يعني، بس انتوا خدتوا التقسيط للليفل اللي بعد كده. اشرح لنا فاليو بتعمل ايه واتولدت ازاي. فكره فاليو كلها مبنيه على ان احنا ازاي نعمل حاجه بسرعه وسهوله وبشكل فريندلي. وي جوت انسبايرد باي ابليفت، بيعمل شغلانتين في حياته سهلين جدا، بيدي الناس كاش لون او بيديهم تذاكر الطيران على 12 شهر. في انهي بلد؟ امريكا. فقلنا طيب ده موديل كويس قوي، تعال نحط الموديل ده على اب ناخدها للسوق المصري، العميل ينزل الاب يوافق عليه، اللي توافق يوافق عليه اون ذا سبوت، واضحه قدامه الاقساط الفوائد كل الكلام ده. فاليو اتبنت عشان تبقى فريندلي اب فور بيبل تو باي وات ذي وونت وبسرعة. أدر أون بيس. إحنا وير أون إنجيج. أنت حاطط نفسك مكان الزبون وسابقه بخطوة. ما إحنا الزبون بقى. ما إحنا كلنا زباين. وسابقه. إحنا كلنا زباين. أنا محمد أبو الفتوح، بشتغل في بيبسيكو كونسيومر إنجيجمنت دايركتور. وده باختصار يعني أنا المسؤول عن الدعاية والإعلان لشركة بيبسيكو في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا. انت راجل الديجيتال والاي كوميرس والبيع اونلاين و و كنت شايف ان دلوقتي في 2022 ممكن نبقى تطورنا، ولا حاسس ان لا احنا لسه بعاد ومش في الحته المناسبه؟ اول ما عالم الديجيتال بدا كان الناس بتحاول تقول ستوريز، لان كان بتفكر لسه بمنطق انه المستهلك قاعد لي ومش عارف يروح في حته. فكنا بنقول كنا بنعمل إعلانات طويلة جداً ودايماً بنعمل أغاني ودايماً بنعمل كده. كان زمان يقولوا لما تحب تعمل إعلان أنت عندك، يعني أنا هقولها بالإنجليش، يعني عندك captive audience، فهو الكونسومر أو المستهلك بيتفرج ما عندوش اختيارات غير من القناة الأولى للقناة الثامنة، فهو حتى لو قلب هتعرف تلاقيه، يعني هو لازم هيشوف الإعلان، مفيش مساحة يروح فيها، مش هيهرب منك، هتجيبها بالظبط. فكان الموضوع أسهل بكتير في لو أنت بتفكر في تسويق أو عايز توصل رسالة. دلوقتي الموضوع بسوايب او بصبعك بتغير بسرعه جدا، فانت بقى عندك يعني مساحه اصغر بكتير انك تعرف توصل رسالتك وتتاكد ان الرساله مش بس وصلت، لا دي كمان لقت اعجاب او لقت حاجه، يعني عملت ستوبينج باور وقفتك. ما هو بيطول النهار بيتفرج على حاجات، فلو ما عجبتوش يو ديدنت كابتشر انتباهه في الخمس 10 ثواني هيسيبك ويمشي. بعدين دلوقتي لما تبص لها افتح يوتيوب في اي يوم كل الاعلانات 6 ثواني ونون سكيبابل، بسرعه جدا بتقول مسج واضحه وصريحه، عشان هو ده الويندو او المساحه اللي متسابه لك تدي الرساله دي بطريقه توصل بسرعه وتتشاف كويس فعلا. صح. وليد هسالك على فكره، لسه عمر بيتكلم على الشركاء وعلى الناس اللي بتشتغل معاهم، انت برضو بتعتمد على مش بس الفيزيكال ستورز او الناس تشتري بس من المحل، ان هي تشتري اونلاين. احنا
واحنا بنبني فاليو كنا شايفين الاي كوميرس سبيس. انا فاكر اليوم اللي طلعنا فيه اونلاين مع تريد لاين اللي هو الاوثورايزد ريسيلر بتاع ابل, طلعنا معاه اونلاين يوم 1/9/2018. احنا بعنا في السنه الاولانيه دي كلها بعنا 45,000 بيعه, لان النهارده بنبيع 30% من مبيعاتنا اونلاين. فطبعا كوفيد خدتها في حته ثانيه خالص. 30% من مبيعات فاليو بالكامل اونلاين. اونلاين فاليو كبرت 3 مرات جورين كوفيد. كنا بنبيع ب 350 مليون جنيه في 2019, بعنا بمليار جنيه في 2020. مش هينفع تبقوا قاعدين معانا وما نتكلمش على الارقام. يعني عايز اوضح فكره قد ايه الاونلاين شوبينج وقد ايه الاي كوميرس مؤثر وبيلعب دور كبير جدا في الاقتصاد في مصر. فهسالك كده سؤال ساذج, يمكن فكره ان في كم حد بيشتري اونلاين في مصر, او ايه الارقام بتاعه الترانزاكشنز اللي بتحصل اونلاين في مصر؟ بص, هو عدد الترانزاكشنز هيبقى غلط لو حد يعرف يقول لك الرقم, لان سبب ان انت عندك عدد ترانزاكشنز بتحصل من خلال الشركات, وبعد كده عندك الدور كبير بيتلعب من عبر الانترنت, بيحصلوا من خلال دايركت فيسبوك حاجات زي كده, ان انا اخش ابيع لك حاجه وانت تشتريها. فدي ما بتبقاش بتوعك ده. يعني في احصائيات متروعه, في حاجات يعني اخر احصائيه راتب الحكومه ان نسبه النمو اكتر من 65% بالنسبه للتجاره الالكترونيه. بس اللي احنا بنشوفه ان فعليا مصر بلد مهمه جدا بالنسبه لنا. يعني شايفين ان هو يمكن في اول نقطه محمد كان بيقولها, ان هو احنا شفنا الحاجات دي حصلت في البلاد الثانيه قبل كده, نمو الانترنت او الديجيتال او شايفين التجاره الالكترونيه بنفس الصفه. واحنا شايفين ان احنا دورنا زي التجاره العامه. يعني احنا مش هنا مثلا ان احنا نقول ايه لا خد تجاره الكترونيه ما تاخدش تجاره عامه. يعني انا لما بسمع بقال هو ده صح, في حاجات دي لها معنى وفي حاجات دي لها معنى. بس النهارده لو انا عايز اعرف هل بقى اللي انا متك عليه بقى كتير لما حد تاني جه من عيله ولا من 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 من, من جيران ولا اي حاجه وبيبيع لي الحاجه بيبيعها بنفس السعر ولا لا, اقدر اخش اونلاين اقول لا السعر ده مظبوط ليه معنى. فحاسس ان في يعني دول ان كله بيلعب سوا فيها. وانا حاسس ان هي في حاجات انت دايما محتاج تبقى مركز على المستقبل رايح فين. في فرص ما ينفعش برده تسيبها. يعني في حاجه تقول عليها لا, وفي فرص ثانيه من ضمنها الاي كوميرس. يعني بيبسيكو ليه بتنفست وليه مصر نكمل في المجال انت قول, مع ان هو مش يمكن مش اكبر يعني شانل بيع بالنسبه لنا, بس هو المستقبل فور شور هيحصل طفره كبيره مع الوقت. وبدنا نشوف من ضمن حتى الناس اللي داخلين في الـ في الـ في البانل السنه دي او في هيك, كان مثلا زي حد زي براد فاست او حد زي المنيوز او حد وغيره اللي هم عملوا طفره كبيره في مجال الاف ان بي بالذات, او ركزوا قوي على مجال الفود اند بيفرج وعملوا طفره او عملوا فرق او عملوا ديسربشن للمجال ده. صح. وبدا فعلا يحصل تغيير وبقى في كونفينينت ديليفري اللي هو دلوقتي بنسمع 20 دقيقه ونص ساعه وان سو اون. فده التغيير هيحصل منه تجارب ممكن مش هتنجح بسرعه, ممكن تجارب هتاخد وقت اطول, وفي تجارب تانية هتنجح بسرعه. بس قصدي هو مجال حتى في الفود اند بيفرج لازم تكون موجود فيه وبتدبل داون عليه, لان هو المستقبل رايح اكتر واكتر لده. فاليو موجوده في مصر بس لسه حاليا وعايزين تفتحها في السعوديه. ماضينا السعوديه, قدمنا موافقات للبنك المركزي السعودي, هنطلع ان شاء الله قبل اخر السنه. بس السعوديه بالنسبه لنا وانت مش على الارض وانت على الورق, there is no room for anyone to play. الماركت ده مفيش حد لمس الاوفلاين بتاعه. يعني انت بتشتري من اكسترا او كده, اكنك بتشتري من بيتك. بتروح محل معين عنده منتج بتاخده بتقسطه, انه ان 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 لاس ذا وان مينيت يعني. فالخناقه برضو هنا مش على سبيد. صح. طيب لكن بتخش زارا مثلا في السعوديه, هو ما عندوش اي ميثود اوف بيمنت, بس زارا اونلاين عنده تعبي, بس هو ما راحش الاوفلاين. فالماركت الاوفلاين از سو بيج, ف يو كانوت اجنور ذا اوفلاين عشان خاطر ده هيكبر. مش هيحصل الكلام ده, الاثنين هيفضلوا رانينج بيسايد ايتش اذر. وانت لازم عندك فوكس ان انت بقى عارف هاو تو ماركت فور اونلاين بيبل اند هاو تو ماركت فور اوفلاين بيبل. ده قاعده رئيسيه. ازاي تبيع مش بس ماركت, حتى في السيلز دلوقتي بقى في برودكتس واوفرنجز مش موجوده في السوبر ماركتس اوفلاين بس ممكن تلاقيها اونلاين. حاجه زي مثلا مالتي باكس. المالتي باكس اونلاين فريندلي عشان انت بتبيع مش بالواحده, بتبيع بالسته او بالعشره, فساعتها الكوست بتاع الشحن بيبقى منطقي اكتر, وفي نفس الوقت بتعرف توصل للعميل اللي هو عايزه بشكل برضو كويس. خلي بالك مصر مهما كان برضو السوق لسه حته الفينتك والاونلاين بيمنتس, مهما كان لسه في برضو جديد, شريحه جديده وشريحه لسه بتكبر. انسوان عمر, الزبون دايما على حق,
وانت بتشتغل في سيرفيس وبتتعامل مع زباين متضايقه وعندها مشكله وانجري كاستمرز فعلا وكل ده، بتتعامل مع العواقب والمشاكل بتاعه الشغلانه دي ازاي؟ الحته دي يعني انا بصراحه بحبها جدا. في امازون عندنا حاجه اسمها COE correction of error. النهارده لما يحصل مشكله، لو انا كعميل حصل لي حاجه وكلمته ولقيت ان هو كان في فعلا ديفكت في 1 2 3، immediately كل تيم مختص بالمشكله اللي حصلت لازم يوقف ويفهم بالظبط اللي حصل ويفهم ليه حصلت. يعني بنقول اللي هو دايما اول حاجه توقف النزيف، توقف البليدنج، وبعد كده تاني حاجه تفهم الروت كوز ايه، ايه اللي سبب لده اصلا، وبعد كده تالت حاجه تقول ايه الميكانيزم او البروسيس اللي انت حطيته اللي يمنع ان حاجه زي كده ان هي تحصل ثاني. لما تفكر فيها بالمنطلق ده بتبطل تشوف ان هي كتشالنج ان العميل زعلان، بس هي فكره السرعه ان انت تعرف تخليها صح و و و و وتحاول تخلي العميل ده مبسوط واللي غيره ما يشوفهاش أصلاً. محمد برضو هسألك، التعامل مع المشاكل اليومية اللي هو جزء من شغلك اليومي، يعني بتتعامل مع المشكلة إزاي؟ إحنا يمكن من أكبر الإشوز أو المشاكل اللي حصلت كانت البريشر اللي حصل على الدعاية والإعلان والبودجتس بتاعة الدعاية والإعلان، بحكم طبعاً الظرف العام والبريشرز الموجودة على البيزنس بشكل عام. فده خلينا نفكر إزاي نبقى efficient، إزاي أفكر في إن كل جنيه هصرفه لازم يروح فعلاً في المكان الصح ولازم يكون بيرجع لي مردود مهم. ابتدينا نفكر برضو إزاي أقلل في التكاليف اللي يمكن مش أساسية بس في نفس الوقت أستغل اللي موجود عندي. فإحنا في concept يعني بدأ يبقى موجود في بيبسي جداً الفترة اللي فاتت، هو إعادة تدوير الدعاية أو إعادة تدوير الإعلانات. ودي كونسبت مش يمكن فاميليير قوي، بس بينا بنفكر أنا بعمل إعلانات في بلاد كتير جدا حوالين الريجن أو في بلاد كتير حوالين العالم. طيب إزاي أقدر أعيد استخدام أحد الإعلانات دي في بلد زي مصر بس بغير نفس الإعلان، نفس الإعلان أو نفس الإعلان بس مع تعديلات بسيطة مثلا في الفويس أوفر أو في التكست أو في البرودكت، بس مش إن أنا دايما ألجأ لأن أنا ابني اعلانات فروم سكراتش. ودي بصراحه حاجه حتى بعد يمكن ما الازمات بدات تخف شويه بقت حاجه كريتيكال في الطريقه اللي احنا بنعلم بيها. بقى في دايما فوكس على ازاي اعيد استغلال الاعلانات اللي انا منتجها بشكل كبير جدا. ممكن انت اللي تغير الفي او او تغير لا لسه طبعا بننتج اعلانات، ما اقصدش ان هي تحولت كده شركه ادفايزري وتروح تو ادفايز على تدوير الاعلانات دي وتبطل تشتغل في تدوير الاعلان. خد بقى الماركت الكبير بيكبر ده. فده اليمنت كان حل مهم قوي. هرجع لعمر، في كام حد بيشتغل تحتيك؟ احنا الفريق بتاعنا في مصر في اكتر من 3000 موظف. بتعمل ده ازاي؟ فكره انك تبقى سي او عدد مرعب من الناس، انك تعمل السيستم اللي الناس ماشيه عليه بشكل معين، انك تلاقي وقت لنفسك تعرف تمانج فيه وتعرف وقت لنفسك. انت عارف كمان انك يور وركينج فروم هوم ومن الناس اللي مشجعه للشغل من البيت، ازاي بتعرف تقسم وقتك انك تعرف تعمل ده كله في نفس الوقت؟ اول حاجه رجعت المكتب. بجد؟ لا لا، افتكر الحقيقه هتبقى هايبريد ما بين الاثنين. مثلا مش انا بقى بس انا بحب اروح المكتب صراحه. بس هي الاجابه سهله، لو ما عينتش ناس احسن منك في اللي هم بيعملوه فانت فشلت اوريدي. صح. لو فاكر ان اي بني ادم واخد تايتل مدير هيقول الناس تعمل ايه فانت برضه فشلت. انت محتاج تعين ناس احسن منك ومحتاج ان انت تبقى سبورت بتخدم عليهم. اي تفكير تاني، التفكير القديم اللي هو حد يقعد في مكتب ويشاور وكده، انت خلاص الموضوع اصلا فشل. وبعد كده يبقى عندك مبادئ للشركه كلنا متفقين عليها كفريق، وكلنا متفقين ان الحياه كلها عباره عن نوعين من القرارات. في اللي هو اللي بنسميه الماث ديسيجنز اللي هو 1+1=2، ودي بنحبهم لانهم واضحين. وفي اللي هو الجاجمنت ديسيجن اللي هو النهارده القرار ما اتخذش قبل كده فمحتاجين ناخد قرار فيه. لازم كل حد من الفريق، من حد لسه بادئ في جامعه وبيعمل تريننج لحد مديري اللي بيريبورت، يبقى حاسس بالامباورمنت ان هي او هو ياخدوا قرار في اي حاجه. اونرشيب وده واحد من الليدرشيب برنسبلز بتاعتنا. فيعني يمكن نصيحتي لكل اللي هو اي قرار ان هناخده النهارده هيبقى شكله عامل ازاي كمان 50 سنه. هرجع تاني لسؤال، ايه روتين يومك؟
يعني بص هو البلاننج مهم. في كتاب لسه قريب قريب انصح الناس تبص عليه اسمه اتوميك هابتس. الفكره كلها ان انت لما بتعمل بتبني لنفسك هابتس وكل يوم بتحسن من نفسك ولا 1%، والفرق اللي ده بيعمله على مدار السنين. انا النهارده يمكن في الاول كان الشغل كله ليكن 95% انت بتطفي في حرايق، عندك مشكله وبتشوف حل ليها. مع الوقت لما بتجيب فرق عمل فعلا احسن منك بتلاقي الموضوع ده بيقل، فبتبتدي ان انت مع كده تتواصل، انت تقضي 50-60% بتنمي في الفريق وبتديهم السبورت، ومع كده 50% الثانيه بتطفي في حريق. اللي احنا المفروض ان اي بني ادم يعني يحاول يتواصل له الذهب يعني مظبوط، ان يبقى 30% بتطفي حرايق لان دي هتبقى موجوده، 30% بتنمي في فريق ان دي لازم تبقى موجوده عشان تبقى انت اصلا يوسلس، ما يبقاش ليك لازمه عشان النجاح بتاعك ان انت تبقى مالكش لازمه. وال 30% او 33 بتنمي في نفسك. فدي اللي انت بتحاول تتواصل اجان التنميه، مش بس ان انا ابقى عارف اجدد نوع سبلاي تشين ارم بيحصل في التجاره الالكترونيه، فانت بتنمي في تفكيرك ازاي. بس لازم تبقى عارف ان الحاجات دي بتاخد فتره، وتبقى عارف ان في حاجات سبع حاجات ما ينفعش اركز على نفسي الا لما اركز على الفريق، وما ينفعش ان اركز على الفريق الا لما اطفي حرايق. فلازم بس واضحين من عصرنا في التفكير ده. صح. وليد كسي او النهارده وبتقود منظومه وبتقود ناس كتير وكل حاجه، امتى بتداوت قراراتك او امتى بتقول القرار اللي انا خدته ده صح غلط؟ زي ما عمر قال، انت لو هتهاير ناس اللي هم هيسمعوا كلامك مش روح حته خالص. احنا there are stakeholders. I try to limit decision making relevant stakeholders. يعني انا I have a point of view، بس انت لو انت راجل متخصص في الحاجه دي وعندك point of view متعارض اعملها وانا will support you. امتى حسيت انك فشلت؟ حصلت وحصلت قريب، يعني مش هقول لك انها حصلت زمان وبقيت كويس وتحسنت وكده، لا حصلت قريب جدا. وانا فشلت ان انا اعرف حجمنا قد ايه، يعني فشلت ان انا استنتج حجمنا قد ايه. وقررت في يوم من الايام كده اللطيفه انا والتيم، وانا مسؤول 100% يعني انا والتيم، ان عايزين نعمل برومو معين. البرومو ده نتيجه ان احنا شايفين ان مهما باع، يعني عملنا كل الاسامبشنز المنطقيه، فقلنا ان هنبيع ب 50 مليون جنيه. خلاص تمام، عملنا البرومو ده. البرومو ده ما كانش كسبان. الفشل بقى مش في البرومو ده، الفشل في البرومو بعده. صعبناها شويه، يعني قصدي ما يروحش يشتري في البرومو ده بالارقام الكبيره دي. والكلاينت فاجئنا، انا اول مره ما خدتش بالي فغلطه، تاني مره ما خدتش بالي فانا غلطان جامد قوي بقى خلاص. وبدل ما نتست على عينه صغيره رحنا عملنا تيستينج على عينه كبيره، فالنتيجه ان البرومو ده عمل معانا كده. برضو كسبانين فيه اوفرول، بس خسرانين في الشهر اللي عملنا فيه البرومو ده. غالبا برضو الايجو بتاع البني ادم، لا هو كان في حاجه غلط في الاستراكشر احنا عملناه، يعني فاهم قصدي؟ مش عايز تعترف يعني. محمد انت راجل كوربريت وموجود في شركه وفي كيانات كبيره وشركات كبيره وكل هذا الكلام. احنا بنتكلم في ان كل الناس عايز تبقى عندها الشركه بتاعتها او تعمل الستارت اب بتاعها. هل ممكن اي حد يبقى انتربرينور؟ في وجهة نظري it takes a big toll، يعني مش حاجة سهلة خالص. هي الجلامر بتاعها والزهوة بتاعتها في الأول بتروح بسرعة، وبعدين بتلاقي نفسك محطوط في موقف إنك بتعمل كل حاجة في الدنيا، فاينانس، ماركتينج، سيلز، بتكلم عملاء، عايز تكبر، عايز تكلم انفسترز، عايز كل حاجة. لو شايف إن دي حاجة مناسبة أو أنت تقدر تستخدمها ده definitely، بس مش أي حد طبعا. ودي مش حاجة وحشة، يعني مش حاجه وحشه ان انا ابقى حد جامد قوي في الكوربريت لايف، بس مش بالضروره الحال عايز ابقى عندي ماي اون كومباني. مش كل الناس عندها نفس الامبيشنز. عمر في تعاملكم مع الاي اي ان انت اول مره تحكم السنه دي اول سنه، التعامل مع الانتربرينورز والباشن بتاعهم وشركاتهم وحققوا ايه وعملوا ايه وبتاع، بتدوروا على ايه في الانتربرينورز؟ يعني بتحكموا على اساس ايه؟ دايما في ثلاث حاجات. اول حاجه الفاوندر مينتاليتي، اللي قدامك ده بيفكر ازاي. تاني حاجه الفريق. مفيش اي حاجه بتحصل من غير بني ادمين. فالنهارده لو الفريق ده فعلا فريق كلهم ماشيين ورا فيجن وميشن واضح وصريح وليه معنى، يبقى ساعتها المسابقه كويسه. تالت حاجه في المجالات اللي احنا يمكن فيها اكتر التكنولوجيا. النهارده هل انا بستعمل ببني تك واخد انفراستراكشر يعرف يسكيل، يعرف يخدم، يعرف يحل مشاكل العملاء،
مبني اصلا هل انا فاهم المشاكل بتاع العملاء ايه اللي انا بحاول ابني عليها ولا لا. فهم دول دايما الثلاث حاجات اللي انا بتختارها يعني لما بنيجي نستثمر في شركه او كده بنيجي دايما نبص على الثلاث حاجات دول. ده فعليا مع كل الناس اللي قعدت معاها يعني لغايه دلوقتي من اي دايما دي الكلام كله بيبقى داير حوالين الثلاث عوامل. وليد انت النهارده كسي او بتاع فاليو ايه النصيحه اللي تقولها او ايه الحاجه اللي تقولها للشباب الصغير اللي بيسمعك اللي تؤهله في يوم من الايام يوصل لحته كويسه؟ هقول لك كلام بقى كليشيهات قوي بس حقيقي حصل معايا ومستعد اثبته بالتجربه يعني. اول حاجه ما تعملش حاجه ما بتحبهاش. يعني انا اتخرجت من ثانويه عامه كنت من الناس الشاطره جدا دخلت كليه هندسه قعدت 3 ايام تاني يوم رحت حولت لتجاره انجلش وقررت ان انا مش هكمل في هندسه. واي حاجه هتعملها عيشها يعني في الوقت اللي كنت فيه مثلا في كوربريت اوفيسر مسؤول عن الفود اند بيفرج سيكتور كنت بنزل كل يوم كان تحت بيتنا مهندسين مترو ماركت بنزل كل يوم اقلب كل البراند اعرف مين بيبيع ايه واخد رقم التليفون بتاع ده عشان اكلمه واعمل عليه كول واقول له انا عايز اسلفك او مش عايز اسلفك او عايز اقعد معاك. الحاجه الثالثه بلاش موضوع الليميتس المنطقيه اللي انت بتحطها لنفسك عشان تتبرر ان didn't work. بلاش دي يعني يعني بلاش لما مثلا يبقوا اتنين بيشتغلوا على نفس الوقت في نفس المكان واحد فيهم اخذ بروموشن والتاني ما خدش بروموشن اصله اقدم مني بسنه اصله يعرف المدير اصل دمه خفيف. بلاش اللقطه دي لانها مش مفيده يعني هي مش مفيده وبعدين هتاخرك قوي. هو اكيد عنده حاجه عملها احسن مني او انا مظلوم ولو مظلوم امشي يعني ما فيهاش حل. فهي دي النصايح اللي هي ما اعرفش تقول ورك مع ناس ثانيه ولا لا بس هي الحقيقه انا يعني جربتها ونفعت فمش عارف بقى بيستعمل فيها ايه. محمد اسالك اخر سؤال شايف النجاح ازاي؟ يعني ايه نجاح؟ هبص لها ان انت تبقى راضي عن اللي انت بتعمله يور براود اوف الشغل اللي انت بتعمله وصل لمرحله في حياتك محقق الامبيشن اللي انت كنت عايز توصل لي او ماشي اون رايت تراك. I think ده في حد ذاته يعتبر نجاح. انا متفق جدا مع وليد انك ما تبصش لل يعني اجل نجاحك انت مش لازم يكون مرتبط بمعيار انا شايفه حواليا عامل ازاي. انا ساتيسفايد باللي انا وصلت له انا كان عندي امبيشن معين وعرفت احققه انا ام براود اوف او انا فخور باللي انا وصلت له. ده في حد ذاته مقياس النجاح بالنسبه لي. انا مبسوط جدا ان كنت معاكم انتوا الثلاثه واعتقد ان انتوا قلتوا كلام مفيد جدا واتكلمنا عن الاي كوميرس وفهمنا حاجات كتير انا مش زي ما كنتش عارفها قبل كده. فعايز اشكركم وعايز اشكر اي جي بانك منت هاب ان هم موفرين لنا مكان زي ده بيحصل فيه وركشوبس وبيحصل فيه حاجات كتير قوي فان اتس ا كووركينج سبيس ان احنا قادرين نعمل ده هنا. وبشكر ايه ان هي خلتنا نقعد القعده دي وجود لك في اختيار اللي هيكسب في الاي ان شاء الله. شكرا. شكرا. استنونا في الحلقه اللي جايه من خطوتين لورا مع المرشحين في فئه البرودكت ديزاين في مسابقه الاي اي اي هند رياض ريفورم كريم رفلة كيوبكس خالد عطلة أريكا